عندك اهو جهه بتولي وما عادش لك عذر. والديه اللي هترضيكوا قد ايه؟ ورضوان مسعود ملزم بدفعها. ايوه يا عمده، ما قلناش لا، بس يبقى بالمعقول برضه. احنا اللي هنحدد الديه علشان محدش يستكترها ولا حد يستقلها. استنى انت يا شيخ جوده، نسمع الاول راي متولي. قلت ايه يا متولي؟ اخو القتيل قاعد اهو يتكلم. يعني الموضوع ده سبتهولي خلاص يابا؟ اخوك زي ما هو ابني. انت فاكر يا رضوان من كام سنه لما قعدنا قعده زي دي عشان نصالحكوا على عيله الشافعي؟ فاكر؟ واني هفتكر ايه ولا ايه؟ ما احنا قعدنا قبل كده 100 مره. انا هفكرك. يوميها قلت لك ان الطار مش شرع ربنا، وجبت لك الدليل على كده. ايوه افتكرت. يوميها انت قلت لي لو كان القتيل ابوك ولا اخوك ما كنتش قلت الكلام ده، وما كنتش سبت طاره. ايوه حاضر، انا كنت حاضر. والنهارده اللي اتقتل اخوي، وخدتوه من غير سبب. احنا عشان باجيين عليكوا يا متولي هندفع دية ابراهيم، وزي ما يحكموا بيها. واحنا مش عايزين دية لا كتير ولا قليل. امال عايزين ايه بس؟ انا بقول الصلح خير، وان الطار ده مش شرع ربنا. عايز تقول ايه يا مين؟ انت يابا مش خلاص سبتلي الموضوع ده؟ ايوه بس عايز تقول ايه؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب، افلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. واحنا اخترنا العفو يا رضوان وجابلين الصلح. ايدي في ايدك يا رضوان نقرا الفتحة على كده. ما تقوم يا رضوان، مستني ايه؟ استغفر الله العظيم. يا اخوانا الفتحة، نقرا الفتحة. عشان نخلص من حكاية الطار دي من جذورها لازم نصالح الأول ولاد مسعود على ولاد الشافعي. تمام. وهو في كلام يتقال بعد كده؟ احنا غلطانين، وإن كان لينا حق فاحنا مسامحين فيه، واحنا كمان زيكم وقبلكم.